أنا معي الليرتين عطاني اياهم خالي العيد الماضي. وأنا معي نص ليرة صاروا ليرتين ونص. عال بس شو بدنا نشتري فيهم لماما؟ نشتري لها فستان كندرة. يا حبيبي شو ما بكفوا؟ بكفوا بس ناقصين يعني شي 50 ليرة. عال بس يجي أخي غوار بناخذ منه. يا سلام، ليش غوار سائل علينا؟ يا رب تفرجها وتصلح أخي غوار. خير يا ماما في شي؟ لا يا حبيبتي ما في شي، بس إيدي عم توجعني شوي. خير من إيش؟ أنا وعم بعزل لبيت جنبي وقعت عم نصله وفكشت إيدي شوي. طيب أعطيني الأزي أجيب لك مرهم. لا يا حبيبتي ما علي شي، بكرة بتصح لحالها. بالظاهر ما معك مصاري. استحيت أطلب منهم يا ماما، استحيت أطلب منهم يا ماما، لأن صرت صاحبة أجرة شهرين بقدها. معلش يا حبيبتي لا تزعل. هالي دقي يا بابا، شرف شرف البيت. هالي دقي يا بابا. أهلا وسهلا، الله يعطيك العافية يا ابني. الله يعافيكي، خير إن شاء الله. في شي جديد اليوم كمان؟ لا سلامتك. الله يسلمك. أيوة هيك إن شاء الله تكون جايب خبز معك. خبز؟ ليش الخبز؟ حتى يتعشوا أخواتك. يتعشوا؟ لسه مبارح يتعشوا؟ كل يوم بدكم تطلعوا لي بنغمة العشاء هي؟ إن شاء الله رح تاخذوا لي إياها هي العشاء عادة، كل يوم كل يوم والتاني عشاء. أول مبارح لسه جبت لكم صحن فول، وين عم تروحوا يا الأكل؟ شي عال والله. شو مفكرة عندي أنا معمل مطبع عم بطبع عملة؟ ولك يا ابني وين عم تروح بأجرتك؟ عم تاخد بالشهر 200 ليرة. بالله 200 ليرة؟ شو بتريدي يجيب لك ياهن إلك؟ لا 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 أعطيك ياهن يعني؟ وأنا منين بدي أصرف؟ كل شهر عم يطلع رقصة جديدة، منين بدي لحق أنا مصاري؟ عم بدفع 100 ليرة لأستاذ الرقص و40 ليرة للمعهد. شو بده يصفى لي؟ لسه مصروف جابة وحق دخان وحق مشروبات روحية. يعني بيهون عليك أمك تشتغل عند الناس وانت تصرف مصاريك على الرقص؟ انت خرسي وسدي حلقك. الله يهديك يا ابني الله يهديك. عال والله كل يوم هالكواني دخلك. انت وين اجرتك عم تروحي فيها؟ كلها عم تصرفي ليها على هي الدبة واختها مشان يتعلموا. لا تعصبي حالك، الحمار بضل حمار. الشهادة ما بتساوي الحمار زلمي، بدهم يضلوا حمير. معلش يا ابني معلش، بس الله يرحمه أبوك قبل ما يموت. هيك هيك وصاك بأخوتك. بالله ليش دخلك هدول أولادي لما أولاده لأبي؟ كان حضرته أبي قبل ما يموت يأمنهم بعدين يروح يموت على كيفه، فهمتي شلون؟ لما حضرتك اتجوزتي انت وابي وخلفتونا ما حدا اخذ رايي. تنباعوا بالعزم. شو ها؟ لك ليش هيك جاكيتي مو مكوي بجعلك؟ هيك بدي روح على نادي الرقص؟ معليش يا تقبرني ما قدرت اكوي لك اياها لانه اليوم كان عندي الشغل بثلاث اربع بيوت. لك والله انت يا امي لا عندك ضمير واخلاص وتفهم وازدهار اقتصادي. اقسم بالله ما عندك شيء من هذا كلياته، هيك بتريديني روح مبهدل بالقميص والبنطلون؟ امك ايدها مفكوشه. انت خرسي وسدي حلقك، يبعث لك حما. شراب شراب نخب هالعصافير هاللي عم يرفرفوا قدامنا. لك لك حسن يا افندي، بتعرف حاسس الدنيا عم تفتش فيي فتن. يا حريق حريشك، شلون ما استهدينا على المشروب من زمان؟ لك صب لك افتلني لك افتلني. كفتلني طيب. لك على مهلك لحبليف لحمش على مهلك ما عاد احسن. غوار شو رايك نرقص لنا شي رقصه نمرر رجلينا؟ وطي صوتك. شو غوار ما قلت لك انا هون اسمي سمير بيك؟ عفوا نسيت عفوا يا سمير بيك يا سمير بيك. الو نعم نعم ترقص شريف؟ الو معلوم برقص لكن ما برقص الى الرقصه ايها الشيء الصاعد. انا ان شاء الله عمري ما ارقص ولا اصعد. ما هاي مدموزيل شو اسمها مدموزيل؟
غريب سمير بيك، جاي تسهر من غير جاكيت مع انه برد كتير؟ لا هو انا مسوي بشوب شوب، بعدين ما لبس الجاكيت باعتبار انا بجي بسيارتي. تعرفي مساكين اللي ما عندهم سيارات شلون بيقدروا يعيشوا؟ انا عندي سياره كحلي وسياره مقلمه وعندي كمان سياره دبل هوز. يا سلام يا سلام يا مدموزيل على هالخدود هاللي مثل البندوراية الدابغة. صحيح. وهالشعرات مثل شباشين الدرع. يا سلام يا سلام على هاليدين مثل الخشة وهالأصابيع هنيون هنيون. وانتي يا سلام على هالخض على هالغزل، ما كأنه إلا غزل الخضرجي. خضرجي شو عرفك؟ صحيح اليوم عيد، شو رح تهدي الماما؟ رح اهدي الماما، انا هديتها للماما على العيد هذا قميص نوم فرو. فرو؟ اي مشان فرو؟ تلبسه بكره على الصيفيه. اه ليش انتوا وين بتصيفوا؟ نحن منصيف وين منصيف؟ وين منصيف؟ ايه ما نحن منصيف بجوني باعتبارها عاليه كثير عن اسطوح البحر على الجبل. شو مفكرتينا فقرة؟ انا امي بتحكي سبع لغات ما عدا اللي نسيانتون. بتعرف رقصاتي متحسنين كتير؟ مش رقص وبس لكن وغزل عتيق. ياي ياي شو بدي اقول انا لكان؟ هي اللي بتلاقي بهرب بسيارتي من قرني لقرني بس مشان اهرب من البنات، وبتلاقي هنين لاحقيني من حاره لحاره لحاره ومع ذلك ما بحسن اهرب منهم. في ست بتريدك برا يا بيك. ما قلت لكم شو عرفها اني انا هون؟ خليها تتفضل. حاضر يا بيك. التاريخ مالك قليل يا غو يا سمير بيك. سمير بيك لك شو مفكرني اجير خضرجي؟ لا في ناس اجارات خضرية. يا حبيبي على هالذوق. لك لك شو جابك لهون؟ خفت لك تبرد يا ابني، جايبت لك الجاكيت. ست ام غوار؟ حلو، شو بتشتغل عندكم خدامه يا سمير بيك؟ ام غوار؟ هي يعني بدك تقولي انا هي يعني مثل ما عم بقول لك بس يعني هي. نعم يا بنتي، انا صانعة سمير بيك من زمان. ترقص شيري؟ لا شيري ما حيرقص، الشيري عنده شغل كتير ما عاد يجي يرقص منوب. انا عاوزه اتفضل عن اذنكم بغنو شرف سمير بيك غوار بيك. ماما شوفوا فستاني قديش حلو، مطولت لي زفو وبعيط في عيدين كمان. بتحري بالعافية يا حبيبتي انت يا بنتي. شايفة يا ماما احلى من فستان نادية الجديد. مبروك يا حبيبتي مبروك يا ماما. ماما عدي ماما محضرين لك نحن مفاجأة حلوة. شو هالمفاجأة يا بنتي؟ يلا يسلوا عجلة فتحي. افتحيها يا ماما. يلا ماما عجلة شو هيدي؟ عجبك لونهن؟ يا حبيبتي يا بنت تهانينا بالعيد ماما يا أحسن أم بالدنيا. قبلي هالهدية من أسعد بنتين بالعالم سلوى دلال. يا حبيبتي يا بنت يا ريت ابني غوار معكم يا ريت. ماما وانا ما لي دور فيكم، ما لي حصه. غوار ابن حبيب غوار سامحيني يا حبيب. لا تنسوا الاشتراك في قناه شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.